جرب. قم للمعلم وفيه التبجيل، فلقد كدت أن تصبح رسولا. أنت على طريقك تتمشى مساعة، كنت وإياك طغر. أنت على قدر من الغير مسؤول متبادل. أحسب أنني وأنت لا تفهم. ابحث مع كل من بحث لن ولم، وإن العمل الدراسة لا البرنامج جدا. أحسب أن وجهك تمعر غضبا لهذه المقطوعة، وأعلم لماذا، لأنها مليئة بالأخطاء. ولكن حياتنا مليئة بالأخطاء ومبعثرة كتلك الكلمات التي سمعتها، فلما لا يتمعر وجهك حينما ترى حياتك مليئة بالأخطاء؟ إن هذه الأخطاء النحوية أو البلاغية لا تقدم ولا تؤخر في ميزان الله شيء، ومع ذلك تغضب لها. أما الأخطاء التي نراها من حولنا ونراها في حياتنا فهي ذات قيمة، لأنها تنخر في المجتمع وتنخر في أخلاقنا، سواء أخطاء خلقية أو سلوكية أو تعبدية، فلماذا لا نغضب ولا نتمعر لها؟ أخي، جرب أن تنقي حياتك من الأخطاء. جرب.